محمد ناجح وال بوبكر قايد مظفر دعمو يا ناخب لا تقبل تغسر فرصة ما تتكرر سيدي محمد ناجح وال بوبكر قايد مظفر دعمو يا ناخب لا تقبل فرصة ما تتكرر فرصة للتطوير وتدبير الأمور بحكمة وبتفكير عميق وفرصة للتسيير العقلاني ما تحصر القيادة بها جدير فيها قاع عصر ما يشرر مشروع العدالة الكبير شابوا من عدالة عمر فرصة يرناخر للتعبير عن صوتك يرناخر محمد ناجح وال بوبكر قايد مظفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومن والاه. السيد سيدي محمد والبوبكر مرشح في آسيات 2019 سادة الحضور يطيب لي أن أرحب بكم في هذا المهرجان في هذا المهرجان الذي دعت إليه كتلة الكرامة والإصلاح من أجل إعلان انضمامها لحزب التواصل ودعم للمرشح السيد سيدي محمد والبوبكر. إن هذه الجماعة حرصا منها على المصلحة العليا لوطننا الذي ظلت دائما تواكب الشأن الوطني وتبادر إلى كل ما من شأنه أن يساهم في عملية البناء الوطني بكل تجرد وبعيدا عن كل تعصب لفئة أو جهة. وفي هذه الفترة بالذات من تاريخ وطننا الحبيب المقبل على استحقاقات فريدة من نوعها حيث سيتسلم رئيسا منتخبا السلطة من رئيس منتخب لأول مرة في تاريخنا، وهذا ما يجعل هذه الاستحقاقات متميزة وعلى درجة كبيرة من الأهمية، فصار لزاما علينا أن نشارك وبفعالية في إحداث التغيير الضروري للنهوض بوطننا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. فجاءت هذه المبادرة التي جمعت كل أبناء المجموعة طامحين إلى تحقيق الأهداف النبيلة. مرة أخرى أرحب بكم وأشكركم للحضور معنا وعلى حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الناس دائما تسوقي كلها نعود في الحزب، يا غير عندي عن شيء مثل ما درت الجماعة ماذا اللي نوساغة هذا كامل نختاركم تشوفوه، أو الوحدات هذو هم الوحدات اللي نقبضون لأننا نقبضوا الوحدات ونعدلوهم. عدلنا الوحدات وترجحنا الاتحادية العامة للصيد أنها لا تعود تابعة إدارة الصيد. وعند منين طلعنا مع بعض جماعة ثلاث تنصرق ونس صوت الشعب الحد ما حصل عليهم، وقال لنا علينا فرض علينا نعود نستقبل ذاك الشخص اللي ما مصوت له جماعة الصيادين، فهم وخلقوا له الخلافات بينيان وهم، فهم بيني أنا عرفت صوت الشعب صوت الصيادين، ولا قط مشيت الراسي إلى رأيت سيدي محمد أبو بكر يمكن مترجح. سيدي محمد المبكر وانا ما نصفق، معروف اني ما نصفق لرقاش سوه منه. يا غير سنة 2006 ما عقبها زيادة راتب للعمال عقب سيدي محمد المبكر، وراني متحدي وعامل ونقيب ونمثل العمال الموريتانيين في الصيد، وعمال السليم شفتوهم هذا اللي نقول لكم الحق، وعدلناه كاملين لأجل نراه حد
مرقنا ذو المشاكل أعلن الانسحاب من البيار ومن ضم الاتحاد من أشد الجمهورية وعالم انضمائي الحزب التواصل ودعمي التام السيد المرجح سيدي محمد والأبو بكر. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد فإن هذه الجماعة المكونة من جماعتين إحداهما كانت ولا زالت تناضل في صفوف حزب تواصل والأخرى منسحبة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. هذه الجماعة تجدد انتماءها لحزب تواصل وتعلن تأييدها ودعمها المرشح تغيير سيد سيدي محمد البكر. ويأتي هذا الدعم بعد أن تأكدت الجماعة المذكورة أن المرشح سيدي محمد البكر لديه كل مؤهلات لتحقيق التغيير الذي ينشده الشعب الموريتاني في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ موريتانيا. وإننا ننتهز هذه الفرصة لندعو كافة أطياف الشعب للالتحاق بهذا المرشح الوطني ونتبنى مشروعه السياسي والاقتصادي والعمل على انتخابه في الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله، لأن في ذلك صالح العباد والبلاد. ونحن فيما يخصنا سنبدأ العمل فورا دون تأخير من خلال التحسيس لتسجيل على اللائحة الانتخابية كاملة المكمل سجل والحصول على كل الأوراق المدنية الضرورية من خلال شرح برنامج مرشح لكل طبقات المجتمع. وبالله التوفيق على الجماعة محمد كوري والمحمد والأحمد كوري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد على رسوله الكريم. يطيب لي أن أشرف بحضوركم جميعا سيداتي وسادتي، وأرحب بكم هنا الليلة باستضافة المرشح للتغيير السيد سيدي محمد أبو بكر. بصفتي كشاب والمتكلم باسم الشباب نعلن دعمنا جميعا للمرشح التغيير الآن وليس غدا السيد سيدي محمد أبو بكر المرشح الأفضل والمناسب للرئاسة. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أرانا مسلمين عليكم ومشرفين بهذا اللقاء اللي راجين من عند الله يعود إن شاء الله لقاء القصر الرئاسي إن شاء الله ومشرفين به ومرحبين بالجمهور كامل اللي جاوا اللي ما حضر ما سامح ظروف يحضر. راهي مازال ياسر من الناس ما فاتش، فيه وحدين لا يتكلموا واللي مع جماعه اخرى الحمد لله لا من شعبنا الحمد لله. ورانا مسلمين ومرحبين وحامدين لله على المترشح اللي عطانا مولانا راجين من عند الله لا ان شاء الله اكثر لا النجاح والتوفيق. والسلام عليكم معكم لا من تركبد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا نختار نشكر الإخوة والأخوات في كتلة الكرامة والإصلاح على الدعم اللي قدموا لي الليلة ولا قدموا البرنامج الانتخابي اللي عرضت على الموريتانيين واللي ضمنته ذي اللي ظاهر لأنه لا هي حل مشاكل المواطنين، حل مشاكل اللي يعاني منهم البلد في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى السياسي. ونشوف الآن على أن ما شاء الله هذا الجمع الكريم الليلة فيه الشباب، وهذه ظاهرة نعتز بها هم في الحملة. هذا توافد الشباب الموريتاني والفتيات الموريتانيات على هذا البرنامج الانتخابي دليل على أنه يلبي رغباتهم، وأنه إن شاء الله تعالى مع تزايد الدعم أنه يدور يحقق النصر في انتخابات يونيو المقبلة إن شاء الله. ومؤكد لكم أن هذه الالتزامات أنها إن شاء الله الدور تنفذ إلين يعطوني الموريتانيين والموريتانيات ثقتهم في هذه الانتخابات. وطالب منكم كيف قال الأخ قبيل أنكم هذه الفترة اللي ما زالت من مراجعة اللوائح
انكم تقبلوا عليها بالرغم من الظروف الصعبه واللي الان نعيشه، غير تقبلوا عليها لين تسجلوا الشباب، لان ملاحظ لان الشباب اللي بلغ سن الاقتراع، سن التصويت، سن القانون للتصويت ما فات سجل، النسبه اللي سجلت منه ما زالت ضئيله جدا. اذا لازم نقوموا بمجهود كبير ياك هذا الشباب اللي بلغ السن القانونية أنه يسجل في اللوائح الانتخابية. وطالب منكم طبعا تعبئة المواطنين على خياركم هذا اللي ظهر لكم أنه هو في مصلحة البلد، تعبئتهم من أجل أنهم يصوتوا له. ومن هون إلى الانتخابات نحاولوا أن يوما بعد يوم تكبر الكتلة اللي تدعم هذا الخيار، إلين يعود ما يخلق الانتخاب، إلين تعودوا ضامنين النجاح ومسلحين مملي بإرادة قوية للوقف أمام الوقوف أمام التزوير وأمام التلاعب بالأصوات، وتفرضوا الشفافية في الانتخابات المقبلة لأن هي الضمان الوحيد لاستقرار هذا البلد. التغيير المدني هو استقرار موريتاني، هو ضمان مستقبلها. وشاكركم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي محمد ناجح ول وبكر قايد مظفر، تعمل الناقد لا تقبل تغسل فرصة لا تتكرر. سيدي محمد ناجح ول وبكر قايد مظفر، تعمل الناقد لا تقبل تغسل فرصة لا تتكرر. فرصة للتطوير وتدبير، الأمور بحكمة وبتفكير عميق، وفرصة للتسيير العقلاني ما تحصر، القيادة بها جدير فيها قاع عصر مجلر، مشروع العدالة الكبير جابوا من عدالة عمر، فرصة يرنا للتعبير عن صوتك ينا. ناجح ول وبكر قايد